بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بارك الله في جميع مقاصدكم. ولو ادعى المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم العدل الصحبة له قبل وفاقا للقاضي أبي بكر الباقلاني. أذو كسيتي كمعاصري في غنبري صلى الله عليه وسلم أو معاصرتي أمد زانين تاكا معاصرتك أيد زانين أو شخصي كمعاصري في غنبري صلى الله عليه وسلم وعدلي شا معاصري عدل ادعاي أويكر كصحبتي في غنبري صلى الله عليه وسلم بخدمة في غنبري قيشتوا قصة كي لي قبول ذكري ادعاي كي لي قبول ذكري تاكا ادعاء كبو خوي اما ادعاء بو غير او شهادته يا روايته فتجرى على حكم ذلك تاكا جابو روايته يا شهادته بو خلشي اذا بو خلشي بلا او صحبتي نبي كردوه أجد الدعاء دا بين شهادته، دا الدعاء دا نبي روايته، بلى، أحكام الرواية شهادتي بس هذا جاز، بلى ما جابوا خوي الدعاء كرت قبول ذكري ليش، بلى بموافقة قال قاضي أبو بكر باقلاني، لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك. شوك عدالتك اي ماني اي اويا كدرويبكا شاكا درويبكا دو ادعاي صحبتي دا تمنعه من الكذب في ذلك مبالا يعني هاتشان كذب قناهي قورانيا تزاتي خوي دا ونيا كذب على النبي جزوي كبائرة كذب لك جزوي صغائرة أوش كذيبك دلا عدالتك أي مانعي كذيبتي الدورة بتأيده يعني مانعي كذيبي دي كجنبه لو كذيباتي كمسقطي عدالة نين ولي مانع على دروك الدن دو شتيدا دو ادعاي صحبتي دا شنك أو منتهيدة بيابا كذيبي على النبي باراس تخوش كذيبي على النبي نبي واشتكى مهمة با صغيرش بحكم كبيره لتلمنها التقوى التي تنهى عن المعاصي وتمنع عادة منها أو أويلك دل عدالتك مانعي كذبة شنك عدالتك متلميني تقوايا تقواج ناهية لمعاصي دعام دا وعادة نش مانع لو معصية خاصي شاكا دبي أوائل بكين عدالة مانعي كذب نت مانعي صغيرين يا ولبوه في ذلك يكتب نال لأن عدالته تمنعه من الكذب دلم الكذب في ذلك من عندك شو كدروكا درويش عمديا ومنتهي دبي بكذب على النبي وكبائر واعي راس توخوش كبير النبي وقيل لا يقبل لادعائه لنفسه رتبة هو فيها متهم قيل دل قبولنا كشنك شخص ادعاء كدوب وخو ادعاء رتبة يشكدوك صحابي بونا كأو شخص دو ادعاء أو رتبة دا متهمة دا ادعاء كيدا متهمة يعني إثبات نشدة منظور لمتهم بونيا ادعاء رتبة يشبوخ كدوا ك أو شخص دو ادعاء دا بلا متيقن الصدق ومظنون الصدق نية متهمة شن رتبك رتبه يشي قوريا يكري بدروي بوخوي ادعاء كربية كما لو قال أنا عدل وكتون بلا أنا عدل لي قبول ناكري أنا صحابيون شلوكو أنا عدلي وابا توجبوك صحابي ولن هميان عادلا أول وقت أول واحد بقياس بصير أنا عدلني أنا عدلون ده بخلق إثباتي بكادنا أنا عدلون بيدي عاي خوي إثبات نابي تاك أنا عدلون يجي كلبنا غارة كابرا عادلنا به متوجه بوي بلا
دلا قياس ناكرة تسيروي قد يفرق بينهما بأن العدالة إذا لم تثبت فالأصل عدمها. عدالة دقا سابد نبي لتريقي تسجيرا أصل عدميتي دواي سبوتشي أصل عديم عدمي كذبة شاك الدير دا عدالتك سابد بوا بويا دوي دا عدالة سابد نبو بويا أنا عدلي لي قبول ناكرية دير دا عدالة سابد بويا أنا صحابي بونك لي قبول ذكرية فرخينا يعني مقيسو مقيسو عليك وقيرنين بلا أجي كابراي معاصري في غنبري صلى الله عليه وسلم عادل بو معاصري عدل ادعي صحبتي في غنبري كل قبول ذكرية بوفاق بو قاضي أبو بكر شنك عادل وعدالة كي مانئتي لو يدروي دورا بتايداب كبا مانئي دروي دي كجنبي باتوجو بوي كدرو صغيريا. والأكثر من العلماء السلف والخلف على عدالة الصحابة فلا يبحث عنها في رواية ولا شهادة. أكثر علماء سلف وخلف لسر عقيدي عدالة صحابا صحابيان في عادلا تمام كوابو ما دام أكثر لسر عدالة دمودي صحابان دا بحث لعدالة ناكري تحقيق عدالة ناكري سين لازم بتسجيه بكري وفلان وانا وكو خلقي ديكا فلا يبحث عنها ندى رواية دا نشد شهادة دا لأنهم خير الأمة شاكا شوكا صحابة خير الأمة دا خير الأمة بن بويد ابن خير الأمة عادل بن. قال صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني في غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي خير أمتي من أهل قرني منا أهل قرني وشامل غير صحابان يجلبها شاكا أو إشكالك جيراوة أي أهل قرني وهم هر صحابة نبون مسلماناني أهل قرنيوي هندي شان صحابة بني هندي شان بخزمتي نقشتون دورا ودور إيمان يعني أنا وايدي أول أما دمانوي دليل كيبو إثباتي عدل صحابة بنينا أو عدل عدل بني أواني دي كاش دقري دقري توا بلا شون زاهرة كي تكتكاي شاكا دليل دي كشيء قهروني الله الله في أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه أو جاد قرآن ده كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بلى بلى إشكالا جيراوة إلا أن يجاب بأن الخيرية تقتضي ذلك إلا ما خرج لدليل وقد دل الدليل على عدم ثبوت الخيرية بالمعنى المذكور لمن عدا الصحابة وأنه لا بد منه ولم يدل على ذلك بالنسبة للصفة أخذ فيهم بقضية دل قيدناك أبا خيرية وانش بقيني ساكا أما خيرية كيبو صحابة بأوانج دقين ما قلت لك بدليل خارج به لو حكمي صحابة خارج نابن أوانجيش بدليل خارج دبن صحابة بدلائل ديكا هردمين نوا دو خيرية بو معنى دا خيرية بمعنى عام بشامل حالي وانج به ولي خيرية بمعنى أو بقى تحدي عدالة ظاهراً بلا وعدالتي بوانيش دقيني شاكا مدر إنش دليلها بإخراجيان كدليلها يبو إخراجيان أبيج أوي غيري صحابة خلطي ديك تعديلي دي بر مبدا دلائلة كتبتوي أنا أو تمام؟ زا أبزار كي دالا غير صحابي كانيج عادلين دي باواني جوابن أي خور دنيا خرانا به
واجب عاد اظن. جاء حديث كي داميه، خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، سي قرني فرما قرني بعدي وان قرني بعدي وان، جابوا قرني بعدي او خيريتا بوها مفردي شيني وكما لا ناصري شريفك بو هاد وقرنك خوي بفي دلائل ديك بو هموانا دنا بواني ديك بو هموانيا بو هموانيا بو همو فردك لتابعي وتابعي تابعينيا من حيث المجموع وان تابعي وتابعي تابعي خيرا وخيرية كجد معنى وان دوان دا بو معنى اين دا مودي صحابي دا بمعنى اثبات عدالة ونيازيا بتسشي النبي والحاصل خيرية مراتبية با أبيش خير بي أبيش خير بي أبيش خير بي أوان دا درجة أصلي خيرية دال أو درجة أصلي خيرية شاملة عدالة يسا ومن طرأ له منهم قادح كسرقة أو زنا عمل بمقتزاه كسيجيش لا صحابة قادحي عدالتي كي بس دا عاريز بو بيه فنكا خو إثباتي عصمتي ناكا إثباتي أويدكا كهتا أو شوينيهن عادلا وأما عادل إش دكري لنا عدالتي بشت الدرين إثباتي عصمتي نيأوا كسي قادحي كي بو قيدا بقادحي عدالتي وكو دزيق وكو زنايك عمل بمقتزاي قادحة كي دكري حدي لي دري فلان دري ديتا وصر جي خوي ديتا وصر جي خوي هذا جا حد ينبي بتشي دي توصل جي خوي. توبة. توبة. أفعمل بمقتضى ويدك ظاهرا معناه أو أختي أما أو أختي أما ددان بعدالتي دانا هينين. هتاكا هتاوكو سابد نبي توني توجي خوي. بناء لسر عدالتي دقرين. اگر کسی چیش قادیحی کلی پیدا بود لعدالت که خارج دبی هتا دیتا و سرزی خوی به حد لیدان اگر حد دیه بیدن حد جنبو با توبه کردن و گزشت و اول حاصل بجا وقتی او وقتی او نیازی به تسکیه دبی اگر قرار وابی با قادیح که لعدالت بشیت داریه شتکش تكز حديها بي وحد كيديا بدري أو ديارة ولحد نبيه نيازي بتوبو فقال سر توبكي إلى صالجي أو نيازيها بي وخلتي دي كي لديري وخلتي دي كتسجي دي دي قيدنا كبا أو بعض أفرادنا خارج باللوي دكري أو أبلين عدالت نبحز لعدالت يعني ناكري وأصل دوان دا عادلة إلا مقر كسجي قادحي كي ليرو دا أو قادحة أقر حدي هبو بحد كيدة توصل شويني خوي حدي شي نبو أو با تسجيه بيو شاكا أصلي خوي قصك قصي أكسريتا تاكا جاهيت واهي توجيهك توالنيا يعني استلالي شي كبعدي ها بعد هابو يعني كردون بو أو أكسري دبيني دليلك كافينيا دنا عقيدك ولا جي خويتي كأكثر علماء معتقد بعدالة صحابة بو يجدل ومن ترأ منهم قادح عمل بمقتزاه نال العدالة دسية الدري ونيازي بتسجيه دل عمل بمقتزاه أو يدك هو الحاصل أو بعيدة دم وردي صحابة دواء شاكا او جهاز شيخ هو متياري في هذا حوالينا كين بس صحابي زم بحثي روايتي بيسابي الدكين روايتي او اندى بصة او اندى ظنك عادلة وهم وتعريف القرآن ليك دون بصة بلا وقيل كغيرهم قيل دلا صحابة جو خلطي دي كوان نيازين بتعديل هيا شاكا بلى فيبحث عن العدالة فيهم في الرواية والشهادة
إلا من يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين رضي الله عنهما. صحابوك وخلتي دي كوان بقسي أو قيلي بحث تفتيش دباري عدالتي عن ذكري دا ذكري شد الرواية دا شد الشهادة دا مقر كسيكي ظاهر العدالة بيه يا مقطوع العدالة بيه لصحابان أو مقطوع العدالة عدالة وكو شيخين مثلا أو ظاهر كش وكو أواني لوان برجيرتر شاكا برق برجيرتر أو يزوري ده خزمة دابون ومشهور نو دنيا ومسلمان عند فلان أو كالشيخين مثالي إيه مقطوع العدالة كيا قول الشارح إلا من يكون ظاهر العدالة إلخ يقتضي أن ظاهرها أو مقطوعها من غير الصحابة كذلك وهو كذلك دل على غير الصحابة شهوايا كسيفك مقطوع عدالة بي يا ظاهر العدالة بي لغير الصحابان شروا تعديل نابع بحث لعدالة نابع إيش وك شافعي مثلا وك أبو حنيفة دلو قصة مقتزي أويا هرواشة من هذه دواها من هذه الفقه ده وقيل هم عدول إلى حين قتل عثمان رضي الله عنه بعض الشيش دلن شاك أو بعض ممكن يجنفر وكذا لم دلن لبروي نازل متشندن شاك قيل دلاء عدول حتى أتاوك زمان قتل عثمان حتى حضرت عثمان شهيد رضي الله عنه شاك لبرا يبحث عن عدالتهم ويبحث عن عدالتهم من حين قتله لوقوع الفتن بينهم من حين إذن من حين إذن وفيهم الممسك عن خوضها بحث العدالة عندك لحين قتل عثمان را شنك فتنة عند بين داب فيدابوا شيء شوشر خلاف عند بين فيدابوا فتن عادة وايا أو كسيك الدنيا وفتنكي دايا وملتبي سبب فتنكي دي تشيشي تسرع عدم استقامته بحث لعدالة عند كريل لحين قتل حضرة عثمان را لبروي فتنة عند وقت إدارية بيدابوا وفيهم الممسك عن خولها أو جاها مش عند فتنكي لا بجدار نبو نقبليها مو يعني هروقية كان لديه تيان داها بو كسيك إيواء كخولي دا فتنكي دا نكدو كناري جيري كدو شاكا إيواش أنت ذاهبوا منظورهم لويا أقوابي لحين قتل را وقوعي في تاني أنت ذاهبوا بها منا عادل دا بن دلنا منا عادل نابن يعني بحسي ناوى أقهم بونا نا عادل دلنا إيوا أنت ذاهبوا كممسدوا لخولكي لبروي بحث ذكري بزاني إيوا بلا شيدا قلبو شيدا قلبو دلو علم أن خوله على وجه سائغ لم يفارق فيه الحق كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بلا كسيكي كبزان دري خولي بو احتجازي بيناكري شن بحث لعدالته وينبغي أن يلحق بالممسك على هذا القول من خاض فيها أما وعلم أن خوضه على وجه سائغ أو يخول شبوا بلا من لرق دلائل أورا معلومة خولك على وسيك جائز بوك حضرة علي أو عدالتك ساقد نابية واش قصيك وقيل هم عدول إلا من قاتل عليا رضي الله عنه قيل يشيش دلها مو يعني عدلا إلا وكسان النبي قال حضرة علي شريا كدوها أوان لعدالة ساقد فهم فساق أواني شران لقال حضرتي علي كدو فاسق بون شنك خروجا لإمام حق كدو لخروجهم على الإمام الحق بغيا عليه إمام حق كدو حضرتي علي إمام حق بوا أواني خروجا لي كدو خارجي عن الإمام الحق على الإمام الحق دبت فاسق ورد بأنهم مستهدون في قتالهم فلا يأسمون وإن أخطأوا بل يؤجرون كما سيأتي في العقائد أو قصجرات كلاوة وبويكا
أوانيك أوانا مستهيد في قتالك يعني أو جواب أبو أي فيش إجذبك خولي في تاني عن كدوة ساكا فرغناك أو جواب أبو بو قتال لقل حزرتي علي بيه ساكا أو جواب أبو بو بو وقوع في فتنة مطلقة كشيا ورد بأنهم مجتهدون في قتالهم له دو إذا كشران لقل كبير اجتهاد يعني كدو مجتهدون فلا يأسمون آسمنا بن باب ختاشو بن قال لا يخفى أنه لم يصل كلهم حد الاجتهاد لأن الصحابة تنقسم إلى مجتهدين وعوام وحينئذ فيمكن أن يقال من كان مجتهدا أو قلد مجتهدا أو فزاكا أو المجتهد ويا تقليدي لمجتهدي كده وإلا فهو فاسق أجلنا مجتهد بيون تقليدي مجتهدي كده تمام بلا آسم نابن باختا شان كده بل يؤجرون بلكو أجل الاجتهاد عند دريته وكما سيأتي دبع العقائد دا عقائدة تنبيره دا هيا دبش عقائدة كده بلا أوج أوا مسألة المرسل قول الصحابي قال النبي قول غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرسل قولي غير صحابي جاء غير صحابي كتابعي بي كان أو من بعده تابعي بي يا بعد تابعي مثلا تابعي تابعي ويا رتبي سوم شوارم بينجم خلاصة قولي غير صحابي كالله قال النبي أو مرسلة لإصطلاح أهل الأصول مرسل بوي قال شاكا مرسلا يعني وانيقنيا مرفوعني يعني رفعكي رهاك راوا مرسلا يعني مقيد نكراوا بالراوي بيني خوي وآوا مرسليني آزادا لويكا آزاد كراوا لويكا واسيتي بيني لي وبيغنبري بكتريا مرسلي بوي بيدنا قال بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فلانشتا مسقطا الواسطة بينه وبين النبي قال النبي بل حالي وابع واسطي بين خوي كيك دو يسيا شاكا بين خوي وبين پیغمبر صلى الله عليه وسلم حزبك هذا اصطلاح الأصوليين أو كمرسل بويدلا أو اصطلاح أصوليانا وأما اصطلاح المحدثين فهو قول التابعي فقط أما اصطلاح محدثين أويك مرسل أويك تابعي بلا قال النبي نجما بعد تابعي 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 بلا قال النبي فيدلا منقطع فينالا مرسل ساكا اصطلاح محدثين لسر أويك مرسل قولي فقد تابعي تابعي إسقاط صحابي كيف كان ساكا فهو قول التابعي قال المصنف فإن كان القول من تابع التابعين أو فمنقطع أو ممن بعدهم فمعزل أو قال النبي قول تابعي تابعين به فإذا لن منقطع محدث أو قول من بعدي تابعي تابعي به فإذا لن معزل معزل أي بفتح الزاد نجم معزل جابوا بفتح صاد بفتح باستلاحا لسر أوي معزل يعني معزل فيها يعني مشكل فيه لنا متعدين أجر قولك اي تابعي تابعين بفيدلا منقطع منقطعة يعني فردي تدا كوتو فردي تدا قطع بوس زنجيرة كبصاوة بلا بلا ثم منقطعة يعني يجك لأفراد منقطع ثم منقطع منحسير ندو إذا منقطع نوعي ديكشي هي كدواء الدزاندريا ولي أولا أفرادي منقطعانا منقطع يعني فردي لأفراد سلسلة كي ليكوتو أقل من بعدي وانجبو بيدلا معزل من بعدي تابعي تابعي بو بيدلا معزل معزل وهو ما سقط منه راويان فأكثر معزل بحديثي جدلا دو راوي غير صحابي شاكا دو راوي يا زورتري ليكوتوها دو راوي يا زورتر
دبي بقات الدوجا بيدل المعزل تاكا دو راوي يا زورتر والمنقطع ما سقط منه راو فأكثر منقطع بويدل يقراوي غير صحابي يقراوي يا زياتري لكوت فاز يق يا زياتر هر بيدل المنقطع فاز اي بيشكت ما منقطع يعني فرقك لافراد منقطعين نق منقطع منحصر بيدويدا وعرفه العراقي بما سقط منه واحد غير الصحابي عراقي تعريفي منقطعي كردوا حافظي عراقي بويك حديثك كراويتي واحدي ليكوت بي واحدي غير الصحابي يعني فأكسري نكتوا شنك أقا أكسر بو أو أختي دبتا معزل شنك إي معزل دل الراوياني فأكسروا بحسابي أوي راوي فأكسر راوياني فأكسر دو راويش بيه في دلن منقطعيش معزليش شنك معزل راوياني فأكسرا منقطعيش دل راوي فأكسر راوي فأكسر دوش بيه سيش بيه ونيا ولي عراقي بوهي لمعزلي جدابته ولمرسلي جدابته وكتويتي منقطع بوهي دلن يشيشي ليكوت بغير صحابي لينفرد عن المعزل والمرسل بوي شوا تعريف كدو بوي بيك فقطكي لمعزل جدابته بغير صحابي تجل مرسل جدابته تمام يعني يوي دقيق ترى لان هذا تعريف كي بيزداد تداخلها يواهي وبر معزل جدك وبر مقطع جدك تمام واحتج به أبو حنيفة ومالك والآمدي مطلقا أبو حنيفة إمام مالك إمام أحمد في أشهر الروايتين عنه دمشو ترين دو رواياتي كلا إمام أحمد كراوا استدلال وآمديش شاك استدلاليا بحديث مرسل كردوا ونيا أو مرسليك مرسلي باستلاحي أصوليان يعني قول غير الصحابي قال النبي استدلاليا بيكر دوا مطلقة دم قابل أقوال كان يدي كدايا شاكا أو مطلقة دم قابل قيد يجلا كدا أقوال كان بعد دايا دا قولي بعد دايا حد أقل يقولي دي كمان هي قالوا لأن العدل لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي إلا وهو عدل عنده وإلا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه استدلالي أبو حنيفة وأوانا أو أبوا كتوانا تشنك عدل أقساقتي كالواسطة بين خوي وبين بيغنبري واسطة كزور بياكم إسقاطي واسطناك إلا لبر أوي واسطة كبلاوية وعدلة نيازي بني وبرد النبوة وإلا أقعد النبي وإسقاطي بك دبت التلبيس دبت التلبيس تلبيس يشيك قادحة تاكا قادحة دا عدل كيدا تلبيس دبت التلبيس يشي تلبيسي آوة يعني لو تلبيساتانا نكا كتسشن بوشي لك راوة تلبيس دا إيهامي ملاقات دا تلبيس دا تسمية بتسمية غير مشهورة بعض التلبيسات كما نبو إشكالي النبو تدليس أري والله عبد ابني يا قديسي تلبيس نا والله نابني يشيش تلبيسي يعني في الكردنة تاكا في الكردنة تاكا بنهانكاريا بينهانكارينا عدالتي لخلطي تلبيس أويس لتملاواني شيء دا لعدالتي دلا أدب أوبو بلا واحتج به أبو حنيفة ومالك دواج بلا آمدي أو انتخاب كدونك واحتج به أبو حنيفة ومالك والآمدي آمدي بين ترزي أبو حنيفة ومالكي خلاف أدب كردويتي بلا فكري لنا كردويتي ودنا يجب خلاف أدب منظور نبوة توجيهون
دنا بخوي عمالقة نبوة جمعنيا عملاق بوا جزء عمالقة بوا تمام. وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل قوم شي احتجاج ينكدو بمرسلي بمرسلي بشتي شي مرسلك للشخصيتين معتبري روايتي به من أئمة نقل بك سعيد بن المسيب والشعبي وكو أوانا شاكا كشخصيتين قوري روايتين أقل وانا بو بها مرسلك قيدناك قبل ذكري مرسل بخلاف من لم يكن منهم بخلاف كسيشي كجزء أئمة نقل نبيه أئمة نقل نبيه تاكا أو إرسالي ليقبول ناكري سنك فقد يظن من ليس بعدل عدلا فيسقطه لظنه أقا جزء أئمة نقل نبو زور وارد نبو جاري واهيا تاكا كسيشي بيوايا عدلو لبر عادل بوني ساقتي دكاو دا سلطة جدا عادل جنبو والحاصل أو اعتمادا بإسقاطي ويناكري شاكا وقعواني متخصص بون لأئمة نقل أو متخصص خبريا أو إرسالكي اللي قبول دكري اللي بيقبول ناكري بابو خوشي عادل بيه شنك عادل بون بمعنى تيقيشتوي ومهارتي جنيخو أي شو دبيني في عوشي في عادلة عدل جنيا لبر عدل بوني إسقاطي كردوا منظور لتما وخويناك يبلي أو دروي كردوا ولي بظني عدالة فريدا وعدل جنيا لبر أو إرسال لبي خبرناك ولي إمام أبو حنيفة ومالك إمام أحمد في أشهر الروايتين أمديش كأو انتخاب كردوا لما ما دام عدل باجز أئمة مسجل روايات جنبيا ما دام عدل عدل أو كاريناك إسقاطينا عدل يبكى شاكا هر ظني واي عدل أو ظنش كافية تمام بلا قصي إمام أبو حنيفة ومالكي شاكا سيشي باشا إرسالك قبول دقلي كابري عدل أو كاريبكا زنزيركي شوارو بينجو ششيشي فريدا بيها موي بي عادل بون فريدا هون قصي مسافة كدو قال النبي ثم هو على الاحتجاج به أضعف من المسند جاء جار بيد بلام مرسل على قولي أويك احتجاجي في بكرك وقولي إمام أبو حنيفة ومالك أحمد آمدي جاءوا انتخاب كردوا احتجاجي في بكرك ضعيف ترهي دا وقت تعارز دا لمسندي أضعف من المسند الذي اتصل سنده فلم يسقط منه أحد مسندي شيك سندكي متصلة ببيغنبري صلى الله عليه وسلم وكسلي إسقاط نكراوة تمام خلافا لقوم في قولهم إنه أقوى من المسند تاك بخلاف وقوم شيك تيانا أو أقوى ترى لمسندكي تاك قالوا لأن العدل لا يسقط إلا من يجزم بعدالته بخلاف من يذكره فيحيل الأمر فيه على غيره وأجيب بمنع ذلك حتى أوقوي ترى نق ضعيف تربية لمسندي شنك عدل إسقاط ناك إلا كسيكي نبي كجزم بعدالته بي. أما بخلاف كسيكي تاك يذكره عدلك يذكر دكا بخلاف من يذكره بخلاف أو كسيكا يعني أو راوي كعدلك ذكر دكاو إسقاطناكا أغا ذكرك فيحيل الأمر فيه على غيره حوالي أمر دموردي أو كسيدا ساقتنا كلو حوالي غير دكا كذكرك يعني بخلق بوخوي تحقيقي دباري دابكا كأنه جزم بعدالتين وأجيب بمنع ذلك جواب ربو نخواني شنو شون أساسي لسر أويل لعدل نبي رواية نكا شون حوالي خلقي دكا وحوالي بقوالة شون دكري قصة كواني أي والصحيح رده
وعليه الأكثر ومنهم الإمام الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني. دل أبو حنيفة ومالك وأنا احتجاجيا بيكدو مطلقة، قوم احتجاجيا بيكدو أجا مرسلك لأئمين قربي، جاك احتجاجي في بكري أضعف ترى لمسندي خلافا لقومي، ولقول صحيح أو مردود مرسل. احتجاجي في ناكري. شاكا رد ردوه يعني رد الاحتجاج به ما قال عالي دي رجل كبير مقوي رجل كبير دنا وق خوي وق مرسل احتجاج بينك ده رد كم معناه رد حديثيتي يعني رد احتجاج احتجاجي بينك ده مردود احتجاج بوي شاكا الإمام أكثر علماء لسر أول أز جمليوان إمام الشافعي قاضي أبو بكر تمام في أن احتجاجي في الناكرة. أرى وي احتجاجي في الناكرة تنك اشتكى ونيا كابرا بقماني عدالة فريدا بشدني أو قمانة بو خلطي بو مستهيد بيتا مستمسك أي شون معلومة دبي مستهيد بو خوي بو قماني بقى دي بو بو لجوماني ويجرا بو جوماني ناقة شنو ده بتقليد اللي يبقى لجوماني وي تقليد إيش لجوماني وي ناقة إمام أبو حنيفة وان سهل تريان قلتو قال مسلم في سد صحيحه وأهل العلم بالأخبار مسلم دا أولي صحيح خوي دا فرميتي وأهل العلم بالأخبار يعني كتويتي وعليه الأكثر تاكا منهم الشافعي والقاضي وأهل العلم بالأخبار تاكا جا شرني دقيقا أو كتبي ولي الأكثر كي كتو وأهل العلم شي كتو جاء أكثر كا أو منهم يكتبه أنا كتبه كتبتي وعليه الأكثر وأهل العلم بالأخبار أو شي رجل خصوة يا ومنهم دوي منهم كي وعليه الأكثر منهم الشافعي والقاضي وأهل العلم وعاد في بوصل ويكدو توا منهم كي كتو متوجبون كتبتي أكثر لسر أو نجزوي أو أكثر شن إمام شافعي قاضي أبو بكر وأوانيك متخصصي حديثا أهل علم بأخبار فأهل العلم عطف على الشافعي شافعي وكو قاضيك عطف أبو سلمية تمام بل قال الكمال لم يكن إلا في أثناء سؤال أو رده في مقدمة صحيحه على لسان خصمه رد ما عداه وسكت عن كان ذلك ظاهرا في أنه ارطلاه لم يقل مسلم إلا في أثناء سؤال أورده شاك في مقدمة صحيحه على لسان الخصم غير أنه لما رد ما عداه أويد جينك أو رسما أو إدعاينك دوا ولا لقد لقسكرة أو ورد جيلي تمام للجهل بعدالة الساقط وإن كان صحابيا لاحتمال أن يكون ممن طرأ له قادح شنك مرسل شبو قولي غير صحابي بو قولي غير صحابي بو قال النبي ونيا بلا بلا شنك أوي فرد راو دكري صحابي شويلي دلم بويا مردودة احتجاج شنك جهل بعدالة ساقتك ولو صحابي جبه شن صحابي جبه لاحتمال أن يكون ممن طرأ له قادح احتمال هي قادح بو بيدا به دلو قصد قلو يكتب ناقلته وكذا صحابة هميان عدول إلا لسر قول كان دي كنبك هميان عدول نين دناعك قرار وابه هميان عدول بن دبو أو استثناء بكري بلا أغا ساقتك صحابي بقيدناك ديخو اول لسد سواء منهم قادح
أولى بالمقتضى. بلى. الشهادة ولم يعمل بالمقتضى. وقد يجاب بأن هذا التوجيه مفرغ على القول بأنهم كغيرهم يبحثوا عن عدالتهم. بلى. ذكري أوانج منزور يا صحابي نبوبي والله أعلم. يعني إمام شافعي ساك أكثر ككتوانا مرسل احتجاجي بينا كريه مرسلي تابعيان منزور نبوبي ذكري كأويشان منزور بوبي أو قال أو مذهبي يفتر ذكري توكا أويش بوينا بأخ أقصي أكثر بأوات شنك أكثر كالسرون كصحابة عدول النبي ديك قولي زعيب بو أو التوجيه نيا تاك بلكو توجيه أوي بلي غيري أوان منزول بو تمام؟ غيري مرسلي تابعيان منزول بو مرسلي خلطي دي كان كتو يعني ساقيتك غير صحابي بي دنا صحابي بي قيدناك فإن كان المرسل لا يروي إلا عن عدل كان عرف ذلك من عادته كابن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن يرويان عن أبي هريرة قبل مرسله لانتفاء المحذور وهو حينئذ مسند حكما لأن إسقاط العدل كذكره قال أجا مرسلك عادتي وابو روايتي لعدل نبي ندكر أو شتا لا لا لعادتي رازان درابو بس بزانين كا لا يروي إلا عن عدلنا وق أوي كالعادتي زان درابي يا لعادتنا لتصريح إخوي متوجه بوي عادتي وابي لعدلنا بروايتنا كا نكا وكو سعيد بن مسيب وكو أبو سلمة كاوانا راوي أبو هريرا بلا دلق كتباي لا يرويني إلا عن أبي هريرة أو أولا تلبو شاكا بلا وكو أوانك معمولا عادتي أنواع رواية إلى أبو هريرة لك أو مرسلك قبول دك شنو محزوري سابقي كداني قبل النازانين شخصك كساقي مما ترى أبو يانا ترى له شيء قادح يانا وهو حينئذ مرسلك دوخت إيداك كابرا عادتي وابي اللي إيوانا بين أخلينك دا حكم دا مسندة حكم مسندي هي با ظاهرة نجي مسند نبي لأن إسقاط العدل كذكره تمام؟ وإن علد مرسل مرسل كبار التابع وإن علد بلا مرسل كبار التابعين ضعيف يرجح شاكا أجر علد مرسل كبار التابعين أجر عالدي مرسل كبار التابعين به كبار التابعين وقو قيس كري أبو حازم وأبي عثمان نهدي وأبو رجاء عطاريد حديثة ضعيف مرسلة كيوان تقييدك يرجح أو معالدة أو حديثة ضعيفة مرجحة يعني بلا نا خبرك أولنيا بلا كان المجموع أو خبريتي أجر عالدي مرسل كبار تابعين بحديثة ضعيف كبكاري ترجيح به ضعيفة كي يرجحين ذو شديد الضعف نبي ضعيفة كي يرجحوا بواتا أي صالح للترجيح وكو قول صحابي أو فعله أو قول الأكثر من العلماء ذاك الضعيف يعني دليل ضعيف نك حديث ضعيف شاكا عالدي مرسلي بدليل ضعيف دليل ضعيف قابلي للترجيح بكاري مرجح بني بوكو قول صحابية فعل صحابية قول أكثر علماء كصحابي أنت دا نبي شاكا دون بقريني ويجدع قول صحابي كتوا أكثر كصحابي أنت دا نبي يا أو إسناد من مرسله يا إسنادك إسنادك ضعيف إسنادك ضعيف في جاو إسناد لا ترى مرسلي أو حديث رابي على سر لغيري رابيني يشي ديكا
إسناري كي ضعيفي هبه دو موردي دا يا بو خوي إسناري كي دي كي هبه دو مزموني أو شتا مرسلي دا وكو إسناري كي ضعيف لترى مرسلكي يا غير مرسلكي طبعا بأن يشتمل على ضعف منظور معنى لإسنادكي إسنادي ضعيفة چونك كتو معنى دفرش دا كتو معنى على لا مرسلك بار تابعين ضعيف ونيا ضعيف طبعا كدلن أو إسنادين إسنادي ضعيف بان منظورة إسنادي كي كمجتمل ببسر ضعف دا أو إرسالين يا وكو إرسال بأن يرسل إرسالي خدي أو روايتي نك إرسالي كي ديكا إرسال خدي أو قصي بأن يرسله آخر يروي عن غير الشيوخ الأول بوجودك إرسال جديك كروايتي لغير الشيوخ مرسلك أولا دك إرسال جديك تقويتي أو مرسلك يا قياسك تاكا أو قياس معنا أو معنى نبوتي بكي قيده بذلك ليصح كونه مثالا للضعيف إذا القياس الأصولي حجة مستقلة وهو كما سيأتي إلحاق فرعون وأما قياس المعنى فغير منظور فيه لعلة الحكم بل لعدم الفرق بين المقيس وعرفه بعضهم بأنه إلحاق معلوم بما في حكمه بجامع عدم الفرق قياس معنى قياسك ك ك ك بلا قياسك ك ملاحظة علة حكمي كذا نكذاوا بلكو دا قياسك دا ملاحظة عدم فرق بين مقيس ومقيس عليه نبع علتك أوي أو علة دوج داهي وقياس المعنى كنالا تمام قياس المعنى قياسك كبين مقيس ومقيس عليه كي فرق مشاهدة نكذا نقلر إلا درابو يبسي كوزع إفترع تاكا هو حجدني بو خل بكني ولي قياس المعنى في آوات قريت بكا شنو من مثالي بو ضعيف ديني نوا ضعيف في وفو قياس المعنى قياس المعنى يا انتشاري مسندكي لبين شيوخ دا من غير نكيل ببيوي كسب إنكاري بكا أو عمل أهل العصر على وفقه يا أهل عصر بل وفقه عمل كان أو هم ضعيف يرجحون أوانا أجر ضعيف كقابل ترجيح بو صالح للترجيح بو وقو مثالانا معالدي مرسلكي كب مرسلكي بوشكي مرسلي كبار تابعين بي نجي صغاران بي كبارك كبار سني منظورا متويني واني بعمر بون تمام نكبيلي بمعنى مهارة دا حديث دا رواية دا كان أول كان المجموع حجة مجموع كذبة حجة مجموع مرسلك وملم إليهك مرسلك أو كلامي مي بيبو يعني ضعيفك كلامي مي بيبو عالي بيبو كان المجموع من المرسل والملم إليه العالي له مجموع كذبة حجة وفاقا للشافعي رضي الله عنه لا مجرد المرسل ولا مجرد الملم إليه مجرد مرسلك حجة نمجرد أويك زميمي ويبوة شنك زميما شدك ضعيفة شنك لضعف كل منهما على انفراده شنك هم مرسلك بتني هم منظمك بتني ضعيف بتاق تاق شاك زاد لك ضعيف بتاق تاق بو يقويك راب قوي دبن يلا ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع لزعيبوني أو أنا تاق بتاق ضعف مجموعك لازمنا لأنه يحصل من استماع الضعيفين قوة مفيدة للظن شوك لك وابونا ويدو ضعيف تاك قوته مفيد الظن بيبايدا دبيا تمام ومن الشائع ضعيفان يغلبان قويا جوز بقصة هاي شائعة دبين علماء داك ضعيفان يغلبان قويا دبين خلطي داك دو ضعيف بسر قوية لا غالب دبن يعني منزول لويا دو كان بتاقيتان ضعيف يجبن ويغرا ضعيفين قوي دبن بحتى قوية كايكا دلي يغلبان قويا يعني قوة زور دقلو أما مرسل صغار التابعين كالزهري ونحوه أما مرسل أو تابعين كعمر أن كموا المراد بكبار التابعين من أكثر رواياتهم عن الصحابة أكثر رواياتهم دليل عمر أن زورا بويا ويا
صغار كان لتابعين النقل كله لتابعي جورة الأخوان. والمراد بالصغار التابعين من أكثر روايتهم عن التابعين. تمام إنه بروي عمريان الأخوان يبون لتابعين النقل كله. بس صحابة شان دي بيبقى من داليان. صحابة ديوا. مزول مقصي جنابه كعمريان زوري كم دبي إهام من سنين أو أنا دواج لدي يقول هر عمريان فزور كله. كرة عمريان زور بو يعني جوربو بند الزمان صحابي عند مسلمان أخوات شتي تشابوتشي راهي هذا الدنيا هي يا كرة منظور ملويني واضحة منظور تيا كبار وصغار واني عمريان زور بوا يعني دا زماني صحابان دا بياو بونو فلانو اوا اهيدي كعمري كم بو منظور عمر كم دا زماني صحابان دا عمريان كم بو ها؟ بلا 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 يجي يجي أي هاد الدنيا مش دواء أتوج لكن من تكندوا يفنجا صار لو تبيش يخلق لكن من يكندوا هو نابنا ننزل سن صاله ود درده يجي ده أما مرسل صغار تابعين وكو زهري وكو نحوي هذا سر ردي خوي باقية باعالي دي شي ده قلبه لشدة دي ضعفه شنو أو احتمال شي رقل ده كيوك لتابعين الرواية كردوها فإن تجرد المرسل عن العاضد ولا دليل في الباب سواه ومدلوله المنع من شيء فالأظهر الانكفاف لأجله أجر هاتو مرسلك عالدي دغل نبو والدليل يجنبو دا موضوع كيدا غيري بي ومدلول معنى حديث مرسلك منع امتناع لشيء يجبو أظهر أويا خداري لكري لأنزام اشتكي لبر خاتري بي احتياطا لبر خاتري وحديث مرسلك يعني واجب احتياط شاك بولاني كردنيا عملي بيناكي ولي بولاني امتناع يديكي وقيل لا يجب الانكفاف لأنه ليس بحجة حينئذ واجبني خداري كدن شك حجتني حينئذ يعني دوخي كذاك مجرد لعالد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين